فقرة كوتش لقاء مفتوح، فقرة تفاعلية، ومعنا السيد محمد الروحي مختص في التنمية الذاتية الأسرية والعلاقات الأسرية ومؤسس مركز توجوي. مرحبا بك سي محمد. شكرا. مرحبا بك. تكلمنا البارح حول موضوع المودة في العلاقة الزوجية اللي عندها ركائز منها المعرفة، الإتقان، الاحترام، الرضا، الحب إلى غير ذلك. اليوم معك أستاذ محمد، غادي نهضروا على تقييم العلاقة الزوجية والهدف من الزواج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو دائما الإنسان باش يقوم شي خطوة في الحياة ديالو، نعم، تيكون من وراء ذلك واحد الهدف بغى يحققه وبغى يوصل ليه. نعم. إلى هذاك الهدف ما تحققش، تيحس بأن هذيك الخطوة وديك المبادرة اللي دار وديك المجهود اللي دار ضائع، فشل ليه. نعم. بحال يقول الانسان بغى يسافر، الانسان تيبغي يسافر تيدير واحد الهدف من هذاك السفر، انه باغي نفوج ونرتاح او نصل الرحيم، دير واحد الهدف معين. الا هو سافر ولكن ما تحققش هذاك الهدف ديالو، تيحس بانه بحال ما سافرش، عندك السفر ديالو كان ضائع. اذا هذاك الزواج هو واحد الوسيله من ورائها الرجل او المراه تيبغيو يحققوا شي اهداف معينه من ورائها. نعم. إذا دابا تنطلب من المستمعين يفكروا، اللي هما دابا مزوجين أو اللي بغاو يتزوجوا، يطرحوا على راسهم سؤال: علاش أنا تزوجت؟ أو علاش أنا باغي نتزوج؟ نعم. إذا لا شك أنكم الآن كل واحد فيكم جاته أجوبة، أو تذكر الأيام الأولى ديالو باش كان يلاه باغي يتزوج. نعم. كاين اللي غيقول أنا بغيت نتزوج من أجل المحبة والعاطفة والاهتمام والرعاية ديال الطرف الآخر. نعم. كاين اللي يقول انا بغيت نتزوج باش نستقل، حيت انا كنت في دارنا ماشي حره، بغيت تكون عندي داري خاصه بيا ندير فيها ما بغيت. كاين اللي عاوتاني يتزوج من الجانب المالي، محتاج الفلوس، باغي نتزوج باش ندير الدراري. اذا كاين مجموعه ديال الاهداف الانسان تيديرها في باله من هذاك الزواج. نعم. اشنو تيوقع من بعد الى ديك الهدف ما تحققش ليا؟ تتبدا المشاكل في العلاقه الزوجيه، لان هذاك الزواج هو وسيله باغا نحقق به انا واحد الهدف، فالدماغ ديالي مركز على واحد الهدف. اذا هذاك الهدف لما تحققش تنحس انني بحال ديك الزواج ديالي فاشل. اذا احنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو شي هدف اللي ممكن نحققوه في جميع الاحوال وفي جميع الظروف، باش دائما نحسو ان هذاك الزواج ما فشلش، وديك الاختيار ما ضاعش، وديك المجهود انايا اللي درت من ورائه كانت واحد النتيجه. نعم. مثلا الانسان ماشي يقول انا مثلا نتزوج باش ندير الدراري عزيزين عليا الاولاد، واخا واش هذا الهدف نقدر نحققه بنسبه 100%؟ يعني واش انا تنتحكم فيه 100%؟ نعم. ما تنتحكمش فيه، يقدروا الدراري يتعطلوا، نقدر نكون عاقره، يقدر يكون هو ما تيولدش ولا فيه شي مرض. اذا فانا غادي نبقى معصبه طالع عليا الدم طيلات هذيك الفتره اللي باقي ما جاوش الدراري. فعلا. اذا غيبداو المشاكل فهذيك اللحظه، لان الهدف ديالي ما تحققش. او لا مثلا انا تزوجت من اجل الاستقلال والحريه، لقيت الراجل اكثر من الوالديه، تيزيرني اكثر من نعم اكثر من ديك الشيء اللي كان عندي في الدار. انحس عاوتاني ان الهدف من الزواج ديالي ما تحققش. اذا هنا في كاين المشكل، كاين المشكل ان الهدف اللي تندير ماشي هدف اتحكم فيه. معنى هدف فيه طرف اخر حتى هو خصو يتدخل باش عاد غيتحقق ليا هذاك الهدف. يعني بحال انا نطيب شي ماكله ولكن ماشي بوحدي ندير الاقامه، خص ضروري شي شخص واحد اخر حتى هو يساهم باش عاد تطلع ديك الماكله مزيانه. واجي ندير شي ماكله ممكن نطيبها بوحدي. نعم. سواء الشخص الاخر جا عاون او ما عاونش، انا المهم ديك الماكله غادي نطلعها بنينه وزوينه ونحقق الهدف ديالي. اذا هذا السر انا اعطيه لكم هذا الصباح، هو مفتاح ديال السعاده في العلاقه الزوجيه. انني غندير واحد الهدف تنتحكم فيه، وكيف ما بغى يكون الطرف الاخر انا غادي نحققه. فباش غادي نحققه غادي نحس انني انسان او انسانه ناجحه في العلاقه الزوجيه ديالي. نعم. نعم. اذا شنو هو الهدف؟ الانسان باش يوقف قدام المرايه، علاش هو تيوقف قدام المرايه؟ باش تعكس ليه صورته وتيصلح حويجاته وشعره وتيقاد راسه. نعم. دابا انا شنو غادي ندير؟ غندخل واحد المرايه للدار، غادي توريني عيوبي واخطائي. اذا المراه تدخل واحد المرايه اللي هو الراجل، والراجل يدخل واحد المرايه هي المراه، والله على راحه.
يعني انا شنشوف فيها تنشوف فيها عيوبي. يعني انا علاش مزوج؟ مزوج باش نصلح راسي. نعم. لان تيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج نصف الدين. ما معنى نصف الدين؟ معنى راه كاين شي حويجات باقي انت ما كملتيهمش في راسك، باقي ناقصين في راسك، كاين شي اخطاء باقي تديرها وتقد تكون مخبيه. بحالاش مثلا الراجل كان تعتقد انه انسان متواصل وتتحاور وتتشاور مع الناس مع صحابه ومع، ولكن باش جات المراه لقى راسو مستبد، ما تيتحاور ما تيتواصل ما تيتشاور تيدير الراي ديالو. اذا هو بان واحد العيب، واش هي اللي دارتو فيك؟ ماشي هي دارتو فيك، انت اصلا كان فيك، ولكن هي جات غي وراتو لك، ورات لك هذاك العيب. اذا خصك تقول لها شكرا، ماشي عن قصد وانما هي غير اي نعم. فلانك انت كنت في واحد الموضع ديال السلطه، فبالتالي بان هذاك النقص اللي فيك، اذا انت اصلح راسك في هذيك اللحظه. نعم. او عاوتاني مثلا المراه هي كانت تعتقد انها ما تتهضرش في الناس. نعم. وانها متسامحه، ولكن باش تزوجات لقات راسها ولات تهضر في الراجل، فيما مشات تهضر في عيوبه وما قداش تسامحه. نعم. اذا ها واحد العيب بان لها في المرايه ديال الراجل. إذا حنا باش ندخلوا في هذه العلاقة الزوجية خص يكون الهدف الأول هو من أجل بناء وتطوير ذاتي. حيت أنا همي في هذه الحياة شنو هو؟ هو نقص من الأخطاء ديالي والعيوب ديالي، حيت أنا أصلا غير في امتحان، يعني باش ننجح فيه خصني نقص من الأخطاء. نعم. إذا إنسان لا دار هذا الهدف هذا فهو هدف يتحكم فيه. نعم. يعني وكل ما كان الطرف الآخر نقولوا شويه صعيب، كل ما عاد تزيد تصفى المراه اكثر اكثر. يعني الا كان ظريف ودرويش ومهدان وهذا ما غيبانوش عيوبي، واش نقدر انا نصبر، واش نقدر نحتضن، واش نقدر نتواصل، ما غيبانش هذا الشيء هذا. فوقاش غيبان؟ باش غيكون الطرف الاخر صعيب. نعم. عاد ديك الساعه غادي يبانوا العيوب ديالي. نعم. نعم. عندنا مكالمه منال من مراكش. السلام عليكم منال. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كي داير عندكم الجو مزيان؟ لاباس الله يبارك فيك حبيبتي. الحمد لله. بغيت عافاك نسول الاستاذ واحد السؤال. الله يجزيك خير. تفضلي هو معك. تفضلي. انا مخطوبه. نعم. ياك؟ وزوجي ان شاء الله ما كنحسش بيه، باغي ما كيعبرش لي كيبغيني ولا اهتمام والو، ما عرفتش شنو شنو. ملي كنجي عندنا للدار وتنقص بحال هكا وسميتو، تنقول لي علاش ما كتسولش، علاش سميتو بحال شحال شهر، نعطيك مدة شهر كاع ما يقدرش يسول. ملي كيجي الدار تنقول ليه ما تسولش، من خدمة من هنا من هيك، كنحس بحال ما كاينش واحد الحب، ما كاينش، ما عرفتش كيفاش نقول لك. شحال شنو مخطوبين؟ يلاه شي 3 شهور هادي دابا. ايوا خصك تعرفي ان النفسية ديال الراجل ماشي بحال النفسية ديال المرأة. اذا المراه الحليب دغيا تفيض، يعني دغيا تقدر تخرج ديك المشاعر والعواطف ديالها. بالنسبه للراجل لا، ما تيخرجش ديك الشيء بسرعه، وفي بعض الاحيان تعتبر انه لا خرج هذيك المشاعر بحال ضعف، بحال ماشي رجوله، خاصه في الثقافه شويه ديالنا حنا الشعبيه. هذا الشيء ديال الحب ديال الراجل يعبر على المحبه عندنا ناقصه، خاصه لو هو ما شافش والديه تيديروا هذا الشيء هذا، هو ما غاديش يديروا. وبالنسبه لي الحب هو ما عرفتي يصرف، ولا كنتي مريضه يجيب لك الدواء، ولا يتكفل بك، هذا هو بالنسبه لي الحب. نقدر نسولها استاذ منال، الخطوبه ديالكم واش كانت خطوبه تقليديه، ولا انتم تعرفتوا بيناتكم عاد باش تخطبتوا؟ لا تعرفنا عاد باش تخطبنا. تعرفتي انت وياه عاد باش تخطبتوا؟ نعم. نعم. اذا دابا انت شنو غادي ديري؟ غادي تعلميه الحب. معناها تعلمي الحب بلا ما تبقى تقولي علاش ما تتسولش. انت هي اعطيه هذيك الحب، انت صيفطي ليه كل نهار ميساج فيه كلمات زوينه، انت اهتمي به، انت سولي عليه. عرفتي بحالاش؟ بحال شي واحد ديما تيبقى يخلص الرايب على صاحبه في المحلابه كل نهار، يجي واحد النهار الاخر غيتحرج يقول لي واش شوف دابا اليوم انا اللي غادي نخلص. اما ديك تلوميه ولا تحاسبيه غيحس بحال هو غيدير ديك الشيء استجابه لك. والراجل ما تيبغيش هكا، ما تيبغيش تفرض عليه، فهمتي؟ يقول دابا انا منين نعم منين كنبغي ديما كنصوني انا ديما كنصيفط ميساج ديما سميتو، كنتحس بحال غير انا اللي غير اني كنعطي لهاد العلاقه، وبحال هو ما مهتمش.
نعم، هو كنا البارح تكلمنا على ان هذاك الحب اللي تتعطي انت اللي تستافدي منه، ما تعتبريش انك تتعطيه ليه. يعني بحال نقول انا تنبغي شي قطيطه، راه انا تنستافد من ذاك الحب ديك القطه، تنحس بواحد الطاقه ايجابيه. هذاك الحب اعتبريه بحال صدقه. الشيء الا بقيتي تتنتظري الحب من شي شخص، ماشي راجلك، من اي شخص معين، فنفسيا تتبقى تعذبي، لان الامر ماشي بيديك. نعم. عرفتي بحال تخرجي من دارك بيك الجوع وتتمشي عند الضياف تتسناهم يعطيوك الماكله. الا ما عطاوكش الماكله يطلع لك الدم، حطوا لك الفقاس وتفقسي. اللهم كولي في دارك، شبعي مزيان. نعم. وعاد سيري عندهم. يعني انت عطي الحب لراسك وما تنتظريش من الاخرين. واضح؟ فعلا. شكرا. شكرا منال، كنت تما وكنا وصلتك الفكره، وشكرا للمشاركه ديالكم نتوما مستمعينا. كنبغي نذكركم بالرقم ديالنا وبان هذه الفقره تفاعليه، ممكن تصلوا بنا على الرقم 0537709939. اعيد 0537709939. نرجعوا لك استاذ محمد. نعم. نكملوا في الموضوع ديال تقييم العلاقه الزوجيه والهدف من الزواج. نعم صح. اذا قلنا الهدف حنا اللي غنديروا واحد الهدف اللي ما غاديش يعذبنا في المستقبل، والقاعده في وضع اي هدف في الحياه ماشي غير في الزواج، في جميع مجالات الحياه. نعم. هو ان الهدف خصني نكون تنتحكم فيه بنسبه 100%، ما يكونوش اطراف اخرى داخلين في هذاك الهدف. اذا والهدف اللي لقينا هو من اجل بناء وتطوير الذات ديالي. نعم. اذا نستمر في هذا بناء تطوير الذات، وندير واحد التقييم ديال العلاقه بالنسبه خاصه الناس اللي هما مزوجين واللي هما تيسمعوا لينا. نطلب منهم انهم يحاولوا ينقطوا العلاقه الحاليه ديال الزواج على 5. يعني حاليا كيفاش هي دايره العلاقه؟ واش 5 على 5؟ واش 4؟ واش 3؟ واش 2؟ واش 1؟ 0 ما يمكنش، لانه الا كان 0 خصنا نكونوا مفارقين. فعلا. نعم. اذا من بعد نطلب منكم انكم تقيموا العلاقه قبل الاجتماع في منزل واحد، يعني قبل ما تجمعتوا تحت سقف واحد، كنتوا تتلاقاو غير في هكا في برا ولا في دار والديكم، ولكن باقي نتوما ما تجمعتوش في دار وحده، كيفاش كانت العلاقه ما بيناتكم؟ نعم. كذلك نقطع على 5. والسؤال الثالث هو تقييم العلاقه في الأسبوع الأول، يعني يلا تجمعتوا في الأسبوع الأول في منزل واحد، كيفاش كانت العلاقة في هذاك الأسبوع الأول؟ كذلك نقطع على 5. نعم. إذا الهدف من هاد ثلاثة ديال الأسئلة هي أنكم تقارنوا هذيك النقط وتشرحوا سبب الاختلاف. مثلا نفترض أنه النقطة الحالية لقينا فيها نقولوا 2 على 5، ولكن نقطة في الماضي لقينا فيها 5 على 5، نجلسوا نقولوا علاش كانت 5 على 5 ولا 2 على 5؟ شنو نقص؟ اي يعني شنو كنا تنديروا ودابا ما بقيناش تنديروا، اولا شنو الحوايج اللي دابا تنديروا اللي عكرت الصفو ديال العلاقة واللي شحال هذه ما كناش تنديروها. يعني هنا ممكن الانسان انه هو يتعلم من التاريخ ديالو، ممكن يتعلم من التجربة ديالو الماضية، ياخذ منها العبرة والحكمة للحاضر ديالو. هو غالبا باش غادي نرجعو للماضي علاش كانت العلاقة جيدة، لأنه كان الأداب، كان الصواب، كان ديك الاحترام اللي تكلمنا عليه، التقاليد والعادة حتى هما كان عندهم دور كبير. نعم صحيح. نعم. فمن بعد غادي نلقاو أن هذاك الشيء اللي تكلمنا عليه ديال الكوكو تخرق، يعني انه تصرنا على بعضياتنا. نعم. وما بقاش هذاك الاحترام، فبالتالي هذيك العلاقه بدات تاكل العصا. نعم. فاذا اي واحد بغى يقيم العلاقه ديالو يطرح ثلاثه الاسئله، يعني السؤال الاول قبل الاجتماع في منزل واحد، السؤال الثاني من بعد الاجتماع، والسؤال الثالث يعني مستوى العلاقه في الوقت الحاضر. نعم. امر اخر هو انه كل واحد دائما في تقييم العلاقة وتطوير الذات أنه يجلس ويأخذ ورقة وقلم ويكتب ما الذي لا أحب في زوجي. يعني الرجل يجلس ويدير في شكل عوارض، دابا هاد المرة هادي أنا اللي مديرونجي منها، أش تدير؟ شنو ما عاجبنيش؟ ويكتب ديك الشيء هو اللي ما عاجبوش في مراته. نعم، في شكل عوارض. وكذلك المرأة تجلس وتكتب ديك الشيء في شكل عوارض. نعم. من بعد باش نكسبوا ديك الشيء غتلقى كاع واحد 5 6 كاع 10 الحوايج ما عاجبينكش، غدير لهم ترتيب حسب الاهميه. معنى ترتيب يعني غادي ترقمهم،
يعني شنو هي الحاجة الأولى اللي ما عجبكش، شنو هي الحاجة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى غير ذلك. شنو الهدف من هذا التدريب أو من هذا التمرين؟ هو باش نعرفوا المهم في المواضيع التي سوف نتحدث عنها. باش شنو تيطرى مثلا إنسان تيبغي يهضر في شي موضوع في شي خطأ أو عيب ديال الشخص الآخر، تيخلط ليه بزاف ديال المواضيع، تيخلط ليه الموضوع ديال الدراري مع الطياب مع التقاشر مع الفلوس مع الشخص الآخر، باش يسمع ديك الشيء أش يدير، تيحط نفس المواضيع في نفس الرتبة. نعم. فبالتالي أنا خلط ليه مثلا التقاشر مع الدراري، هو حط الرتبة ديال الدراري بحال التقاشر، التقاشر شي حاجة تافهة حيت ما حطتهمش في الصباط، إذا حتى الموضوع أنني أنا ما تنقلش مع الدراري حتى هو تافه. نعم. إذا لذلك الإنسان باش يبغي يدوي على شي موضوع خصو يحطو في الأهمية ديالو وما يخلطوش مع مواضيع وحدة أخرى اللي هي يعني أقل أهمية. نعم. باش تعطي مكان لهذاك الموضوع ديالك. هذا الهدف الأول. ثم الهدف الثاني هو أنه إحنا باش نكسبوا ديك الأخطاء، أول حاجة خصك تدير هي خصك تقول أنا قابل الزوجة ديالي بهذه الأخطاء، وكذلك الزوجة خصها تقول نفس الشيء، أنا قابل هذا، أنا قابل هذا الزوج بهذا الشيء، هذه العيوب شحال هما خمسة ولا سبعة غادي تذكرهم وتقول أنا قابله، لأن دابا هما فيه هذه العيوب فيه وإحنا مزوجين دايرين العقد ماشي غنتفارق معاه. إذا شنو هو الحل؟ الحل هو نبقى انايا ما حملاش ديك الشيء وما حملاش هذاك الراجل. يعني بحال انا حاطه ليا الماكله وديك الماكله اللي عندي ما عجبانيش وتناكلها وما وتنعاير فيها وما عجبانيش، يا نعم. اما كلها يا ما عطيها اتساع سير شوف لك ماكله اخرى، لا هذيك اللي كاينه. اذا هذيك اللي كاينه الحمد لله وشكره، وشوف الحويجات الزوينه اللي كاينه فيها والشيء الاخر قول انا قابله. نشوفوا دائما الجانب الايجابي ومنشوفوا الجانب السلبي. اي صحيح، وهذا الشيء كله داخل في بناء الشخصيه ديالي. لان من بين يعني النقاط القوه اللي تكون عند الانسان هو يقدر يقبل الاخطاء ديال الاخرين باش يقدر يحتضنهم. وحتى الا بغينا حنا نديروا شي اصلاح او نساعدوا الطرف الاخر على الاصلاح، ما يمكنش تصلح شي واحد اللي انت ما قابلوش. يعني بحال نقولوا طبيب جا عنده شي مريض في 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 القيح، وديك الطبيب ما قبلش ديك القيح، قال لي شاد العفن شاد الوسخ شاد القيح فيك، المرض يمشي بحاله. واصلا ما نقدرش انا نقيسه ولا نعالجه. اذا خصني نقبل ديك الداء ديالو باش نقدر انا نساعده. اذا كذلك المراه خصها تقبل الراجل اللي بغات تساعده، وكذلك الراجل خصو يقبل المراه بعيوبها الا بغى يساعدها. اذا هذا التمرين ديال انا لا احب في زوجي. كذلك كاين واحد التدريب واحد اخر حتى هو مساعد. نعم. وهو زوجي لا يحب، دابا غنقلبوها، يعني دابا الراجل غيجلس يقول دابا المراه شنو ما تبغيش فيا، ماشي انا شنو ما تنبغيش فيها، دابا هي شنو ما كتقبلش فيا، هي شنو ما تبغيش فيا انا. نعم. ولا كانت المراه دابا تسمعنا هي تجلس وتقول دابا الراجل شنو ما تيعجبوش، غالبا غيكون عبر لها يعني بشكل مباشر او لا غير بالملامح ديال الوجه ديالو. نعم. اذا غتجلس وغادي تكتب ديك الشيء اللي الطرف الاخر ما تيبغيش فيا، وغادي ترتبها حسب الاهميه. نعم. بالنسبه لشكون، ماشي بالنسبه ليا، بالنسبه ليه هو، يعني شكون هي اللي تضرو اكثر. نعم. كاين عندنا مكالمه فاطمه. نعم. الزهراء من تازه. السلام عليكم فاطمه الزهراء. وعليكم السلام حبيبه، كي دايره؟ مزيانه الحمد لله، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. شكرا الله يحفظك حبيبه، كنشكركم انت والاستاذ ولا يحفظكم علينا الصراحه، كتحل لنا بزاف ديال المشاكل وكتساعدنا بزاف حياتنا والله العظيم. مرحبا، احنا راه الاشاره لفاطمه الزهراء. استاذ حبيبه عندي واحد السؤال للاستاذ الا جات على خاطرك. نعم تفضلي. انا مكفوفه. نعم ما شاء الله. واخا مخطوبه لي واحد 3 شهور ولا تقريبا 4 شهور دابا قولي مش مخطوبه. مبروك. ولكن ديما عندي داك التردد، يعني واخا السيد كيقول لي انا كنبغيك ويعني غنديرك في عينيا وكذا وغنحط، يعني كيقول لي هو هاد الهضره دائما كيقول لك، يقول لي انا كنحماق عليك. نعم. ولكن انا عندي داك التخوف. ما تخوفناش، يعني هاد المشكل اللي عندي يعني هو اللي يخليني خايفه. ما عرفت علاش خايفه. شنو الصوره اللي تجيك، شنو الصوره اللي تجيك او الفكره اللي تجيك؟ كنقول لا غيديني وغادي يرجع يدي يرني بحال هكا، يقول لي انت راكي ما كتشوفيش وكذا وانا قبلت عليك، بحال هاد الحوايج ممكن يجيونا هاد الحوايج للدماغ. نعم. وانت عارفه ان هاد الحوايج يعني غير وساويس وشكوك ماشي يقين، ياك؟ ما نقدرش نقول لك، انا بالعكس كيجيني هاد الشيء صحيح. ولكن يقولوا لي يقدر واحد يجي واحد النهار يقول لي يقدر، يعني دابا عندك شك.
ياك؟ عندي شك. دابا عندنا شك. نعم، والهدف هو نحيدوا الشك. هادشي اللي بغيتي، بغيتي تحيدي الشك. باش التخوف يحيد لك. اذا سهله. سهله. هذيك الافكار اللي تتهجم عليك، مثلا هو غيعيرني بانني مكفوفه، ولا ما يهتمش بيا، ولا ما يرعانيش، ولا يتقلب عليا، ولا هادشي كله اللي غيهجم عليك، غادي تكسبي العكس ديالو، اولا غتفكري في العكس ديالو، في المضاد ديالو، لان دابا هذه وساوس تتهجم عليك، وساوس. خصك لما تتعالجيها تديري المضاد ديالها، بحال عندنا واحد الطبسيل موسخ بغينا نغسلوه، خصنا نديرو ليه الصابون. مزيان. اذا ديك الافكار اللي تجيك انه هادشي غير تيكذب عليا، غندير العكس ديالها. العكس ديالها هاد السيد صادق معايا، ونبقى نعاود هذيك الافكار. ردي بالك دابا انت باش تكسبي هذيك الافكار وتفكري فيها، خصك تعاوديها في الصباح، وتعاوديها في الظهر، وتعاوديها في العشيه، مده 14 يوم، وانت تتعاوديها، حيت خصك تحكي هذاك الوساوس اللي تجيك، وهذيك الظنون اللي تجيك. حيت حنا نطلب منا نحسنوا الظن بالناس حتى تبان شي حاجه حقيقيه قدامنا. الله يبارك لك الزواج ديالك، الله يسر. نعم فاطمه الزهراء، ممتازه، الله يكمل عليك بالخير، وان شاء الله راه ما يكون غير الخير، بلا ما تبقي ديري هذوك الافكار السلبيه، ان شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الاصغاء والمتابعه، وما تغيروش الموجه. Thank you.